صالح سليم الرمز والقيمة بتاعتها. لازم يكون ليك ثوابت، ليك مبادئ. احنا شغالين لحد اخر لحظة. كلنا يعني ما شفناش من الراجل ده غير كل الخير والنزاهة والطيبة والقلب الحنين، يعني بنشاركهم الأحزان ودي الدنيا وإنا لله وإنا إليه راجعون. بصفتي كابتن من النادي المصري البورسعيدي أعزي الأستاذ وأسرة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي. خبر يعني نزل علينا بالصاعقة من بداية اليوم. فقدت الرياضة المصرية والجماهير المصرية وجماهير الأهلي بصفة خاصة أحد يعني رموز النادي الأهلي السيد الأستاذ العمري فاروق وزير الرياضة الأسبق، ربنا يرحمه ويغفره ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان. رحمة الله على الأخ العزيز وعيشة العمر أخويا العمري فاروق، ربنا صبر والده الحاج فاروق الرجل المحترم، والدته أخوه الدكتور هشام الدكتور خالد ونعم الناس. على مدار 35 سنة شفت منهم كل خير، العيلة كلها والإنسان اللي كان بر بوالده وأسرته وأخواته، فعلا كان كبير في نظرهم أوي رغم صغر سنه، من صغره هو كبير في وسط عيلته وعاملينه كبير، اللي وصل لأعلى المناصب الوزير ونائب رئيس نادي الأهلي حاجة كبيرة ورحمة الله عليك يا عمري. لكن كان إنسانا جميلا ودودا يحب الخير ويحترم الجميع، وأنا الحقيقة لا أملك إلا أن أدعو له بالمغفرة والرحمة، وخالص عزائي لأسرته الكريمة وربنا يكرمه ويغفر ليه ويرحمه ويسكنه فسيح جناته على الخير اللي كان بيقدمه للبلد والنادي ولأسرته. وبننعي أنفسنا وجماهير النادي الأهلي وأسرة الرياضة المصرية في وفاة الأخ والصديق العمري فاروق بقاء الله. راجل كان جميل الله يرحمه، راجل ليه صولات وجولات إدارية غير عادية، راجل كان شريك أساسي في صناعة بطولات في النادي الأهلي، راجل يعني بصراحة على المستوى الشخصي قابلته أكثر من مرة وكان أكثر من محترم.